اهلا بيك في فيديو جديد، والشابتر التاني من لعبة لون وولف او الذئب الوحيد. بيبتدي الشابتر التاني بان لون وولف بيخش بيقابل ماندو اللي هو زعيم الجمعية او زعيم المنظمة اللي هو بيشتغل معاهم. بيبتدي يتكلم مع ماندو اللي هو الزعيم بتاع المنظمة، وطبعا بيسأله على الفلوس اللي كان المفروض ان هي هيجيبها في المهمة اللي فاتت، ولكن بيقول لهم يعني ان انا جبت لكم تليفوناتهم وان ما كانش فيه فلوس. فبيبتدي بقى ماندو يغضب منه جدا ويبتدي يزعق له، ولكن هو بيفضل هادي جدا، وزي ما انتم شايفين كلهم قاموا عليه على اساس ان هو سرق الفلوس. بعدين بيقولوا له انت كده كده ما بتطمعش في الفلوس، لان انت تقريبا احنا ما بندفعلكش حاجه، انت اكيد مش طمعان في الفلوس. وبيكمل ماندو الكلام معاه وبيطلب منه مهمة جديدة، وهو لون وولف لوحده بي بي بيعرف يعني ان هو عايز ريد فيس او الشخص اللي هم كانوا ضربوه بالنار، وقال له ان هو موجود في المستشفى. ماندو بيقول ان هو موجود في المستشفى، والمهمة الجديدة ان هو هيبقى يروح يقتله جوه المستشفى من غير ما حد يحس بحاجة. المهمة دي طبعا هيبقى ريد فيس موجود جوه الأوضة بتاعته. طبعا احنا شايفين ان في الارم على الشمال، وفي الجهاز اللي هو محطوط عليه بتاع ضربات القلب على اليمين. هنضرب الاول الجهاز، بعد كده نضرب بتاع ضربات القلب عشان ما يطلعش اصوات، وبعد كده بنضربه هو طلقة فبيموت. وكده بنبقى نفذنا المهمة المطلوبة مننا بتاعة ريد فيس. بيكمل بعد كده ميد مان بيتكلم معاه وبيقول لهم ان ريد فيس مات. فبيقول له يعني انت ايه اللي بيخليك تقتل الناس؟ يعني انت اكيد في حاجة بتحفزك يعني انت تقتل الناس، وانا لحد دلوقتي انا مش هقدر اثق فيك. يعني بيتمان متخوف جدا من لون وولف، ف يعني بيقول له يعني انا خايف ان انت تبقى بتقتل المتعه، وده يعني مخوفه جدا ومقلقه جدا من لون وولف. بيكمل بعد كده برجاله ريد فيس وان هو عايز يقتل الرجاله بتوعه، وبيدينا تلات اماكن او تلات اماكن بيبقوا موجودين فيه. بيبقوا موجودين في بيت، وفي مجموعة في اسطبل، وفي مجموعة في شقة تانية. والمطلوب مننا ان احنا نقتل التلاتة اللي موجودين في التلات اماكن دول. بنبتدي الاول في البيت، بيبقى فيه تلات شخصيات موجودين من رجالة ريد فيس، ولازم طبعا نقتلهم بالترتيب اللي احنا هنعمله في الفيديو. زي ما انتم شايفين كده احنا قتلنا اللي تحت، بعد كده بنقتل اللي بره اللي في الشباك، بعد كده التالت اللي بيكون جوه البيت، بحيث ان احنا محدش يحس منهم، عشان لو حس منهم يبقى كده المهمة هتكون فشلت. بنقتل فعلا التلاتة، وكده بنخلص المهمة الأولانية. وبعد كده بقى ميد مان وماندو وإميل قاعدين بيتكلموا مع بعض، وبيتكلموا ان يعني ليه بتثق ايميل بيثق يعني في لون وولف او في الذئب بتاعنا. وبيقول له يعني ان احنا كنا في الجيش مع بعض، و يعني انا بثق فيه جدا رغم ان هو مخبي وشه على طول وما بيتكلمش كتير، ولكن انا بثق فيه جدا من ايام الجيش. ميل بيقعد يحكي لهم على ان هما كانوا بيشتغلوا مع بعض في الجيش، وحتى لو ما كانوش بيتكلموا كتير، ولكن كانوا في العمليات مع بعض، وان هو كان بيثق فيه جدا في الجيش. وحتى لو هو ما كانش بيتكلم كتير، اغلبها كانت في العملية نفسها او بيتكلموا عن العملية نفسها اللي هما بيعملوها، ولكن هو بيثق فيه عشان هو كان بي بي بيقدر ينفذ الاهداف اللي مطلوبة منه. بنكمل المهمة اللي بعد كده في الاسطبل، وبناخد بالنا بقى من موضوع ان بقى في
رياح كمان برضو المطلوب مننا المهمة دي ان احنا نقتلهم بترتيب معين بحيث ان ما حدش فيهم يحس عشان المهمة ما تفشلش. في برضو 3 هنا وفي واحد واقف جوه الاسطبل نفسه وفي 2 واحد بيتحرك وواحد واقف مكانه. فاحنا هنقتل اللي واقف الاول بعد كده اللي بيتحرك ولكن بعد ما يعدي من الشخص ده. طبعا ناخد بالنا ان في رياح والرياح مكتوبة الاتجاه بتاعها ومكتوب طبعا المسافة. فهنقتل ده ونيجي على التالت اول ما يقف نضربه عشان كده يبقى خلصنا منهم هما التلاتة وكده خلصنا المهمة الثانية. بيجي لنا بعد كده فيديو لإميل بيكلم عميد من وبيتكلم معاه ان هو زمانه دلوقتي بيخلص على المكان التالت ان هما جوه الشقة وده كان اكبر مكان موجود فيه عدد. وبيتكلم ان هو ممكن يبقى مجنون او ان هو بيقتل يعني احنا مش عارفين هو بيقتل ليه ولازم ناخد بالنا عشان ماندو كان غلط غلطة كبيرة زمان واحنا عارفين الغلطة دي. فبيقول له يعني انت ما متكلمش عن زمان واحنا عارفين ان ماندو كان غلط غلطة كبيرة. هنفهم من الكلام ان ماندو كان قتل ضابط بوليس ومراته وابنه وحرقهم بعد كده ومن ساعتها يعني وهم بيتعاملوا مع ماندو ان هو مش مظبوط او مجنون شوية على اساس ان ده اللي كان حصل زمان وهم متضايقين يعني من الموضوع ده من ماندو ولكن ما بيتكلموش فيه عشان خاطر هو دلوقتي الزعيم بتاعهم فما يقدروش يتكلموا معاه في القصة دي. بنكمل المهمة التالتة اللي كانت مطلوبة مننا. المهمة دي هتبقى صعبة لو ما طورناش اسلحتنا فزي ما احنا شايفين احنا بنخش على الـ على الـ على الاكويبمنت بقى او الحاجات اللي نقدر نركبها واحنا زي ما احنا شايفين الفلوس معانا فوق. فاحنا في حاجات طبعا هنا دي هتبقى لازم بريميوم عشان نشتريها وفي حاجات طبعا اغلى من اللي معانا. فاحنا هنشتري حاجات معقولة يعني بحيث ان احنا نقدر نطور اكتر من حاجة مع بعض. احنا طبعا كنا اشترينا قبل كده بتاع بيقول لنا العلامة الصفراء اللي هي على اليمين واشترينا دي كمان اللي على الشمال دي كانت بتقلل رد الفعل بتاع البندقية. في حاجات تانية ولكن احنا مش هنشتريهم كلهم. في مثلا ده بتقول لنا في كم واحد هنقدر نقتله في المهمة دي. ده مثلا كاتم الصوت وده بيسرع موضوع ان احنا نغير الطلق فهنشتريه. وهنشتري كمان كاتم الصوت لانه هيفرق معانا بحيث ان محدش يقدر يشوفنا. وفي البنادق بقى نفسها في بنادق كتير وفي انواع كتير والفرق طبعا بيبان ما بينهم زي ما احنا شايفين كده البندقية اللي معانا والبندقية التانية من على اليمين في العلامة البيضة والخط نفسه وكاتب لنا الارقام ده الفرق. الفرق ما بين البندقية اللي معانا بقية البنادق التانية دي يمكن ب1230 اهي من الكريدت اللي معانا. احنا معانا 1260 الكريدت بتاعنا مكتوب فوق اهو. فهنشتريها يمكن الحاجات اللي بعد كده اغلى ممكن تبقى احسن بس هي دلوقتي اغلى مش هنعرف نشتريها دلوقتي. فاحنا هنشتري البندقية دي ونجرب بقى المهمة دي لان المهمة دي صعبة. لو بالسلاح اللي معانا كان هتبقى صعبة جدا لان بياخد وقت كتير ولان هنا احنا مطلوب مننا ان احنا نقتل 10 من الاعداء او من الرجالة بتوع ريد فيس وهم بيطلعوا بيضربوا علينا نار. فاحنا المهمة المفروض نخلصها قبل ما هم يموتونا كده. ده الخامس ده السادس اهو بنضربه.
نكمل. هما طبعا بيطلعوا في اماكن، يعني مش لازم يطلعوا من نفس المكان، مش نفس الفيديو، يعني اللي هيلعب اللعبة مش لازم يطلعوا في نفس الاماكن. ده كده ابتدى يضرب علينا، وناخد بالنا من العداد اللي فوق على اليمين، ده المطلوب منه ان هو ما يزيدش اللي عند علامة التعجب. واحد اهو بيضرب عليا، ده يمكن بيتهيألي ده الاخير. جميل، فعلا كده احنا بنبقى خلصنا المهمة، وكده قتلنا العشرة الرجال اللي موجودين. وبنكلم ميد مان في التليفون وبنبلغه ان كده المهمة خلصت، وان احنا قتلنا الرجالة بتوع ريد فيس كلهم. وبيقول ان هو هيبلغ مامي، وبيبتدي بقى يتكلم ميد مان لسه مع امير في العربية زي ما هما. وبيتكلم معاه على المين وولف، وازاي هو عرفه، او الذئب وازاي هو عرفه في الجيش. وكده احنا بنخلص شابتر 2، وهنبتدي شابتر 3 ايميل لما يحكي على الذئب بقى، وازاي عرفه، وازاي بيثق فيه عن طريق الجيش. واستنونا في الشابتر 3 في الفيديو الجاي ان شاء الله.